بيها وبيها 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 كلمة تصبر على أولها بالنصر رح تعرف تانيها وكل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال ولكن من يعد يعد ينجز ويحقق أمان والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة حط الساعد فوق الساعد صفق صف وما نتباعد يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد لا تحط ايدك انت بدي كلمة ونص ما نحكي هواي هاي ولاد وانت وياه الوطن احنا بيدينا والخير لما تكون جاي بداية كلمة ونص من الموجز حياكم الله الموجز فيديو إباحي في شاشة إعلان جماهيرية بقلب بغداد مساء السبت 19/8/2023 صدم العراقيون بعرض فيديو إباحي جدا في شاشة عرض إعلانية جماهيرية في ساحة عقبة في الكرادة ببغداد انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم تسارع العمل وتصاعد الجدل فيديو إباحي يستمر الوقت طويل نسبيا بشاشات إعلانات كبيرة تتوسط قلب بغداد ساحة عقبة بالنافع بالضبط مقابل حلويات الفراشة واعتقد اني مدى اقول معلومة لان كل الناس اندلت وين والسؤال الاهم هو اول ما يخطر ببالك يا بل من تعود ملكية الشاشة حتى نعرف ان اللي يقدر يفصل الفيشة ويطفيها ويخلصنا من هالشهيرة الشاشة طلعت ملك لأمانة بغداد وهذا الموضوع جف كل العالم بدون مبالغة مو العراقيين بس بغداد المدينة المحافظة الرصينة الخلوقة مدينة الحضارة والأدب والعلم والدين والثقافة يصير بيها هيجي وتفرج عين تفرج وين يلا تشكل فريق عمل من الاستخبارات شمل مدير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ومدير عام استخبارات بغداد ومدير استخبارات الرصافة وجيش وشرطة ونجدة وهلمة كبيرة يلا عود قدروا يطفون الشاشة وقالوا بالله ما تجيبون هذا المنحاط من نام النا جابوا مدير اللي سواها الشركة منو هذا؟ هذا مدير شركة هي اللي نصبت الشاشة قال أني ما مسؤول عن العرض مسؤوليتي أنصب وأطلع بس اللي ينصب الشاشة يعني أو ينصب الشاشة هم ذولا موظفين عندي يابا منو هذا؟ قالوا فلان وين هذا فلان الموظف؟ قالوا بيتهم بالشعب ببغداد والجماعة ما كذبوا خبر قول جابوه وهناك وتطلع برقية تقول هو اللي سواها نكاية بمدير الشركة يا بريش يا مدير شركة مدير شركة اللي وضعت الشاشة ليش؟ لأن بيناتهم خلافات على فلوس أي واحد عنده خلاف على فلوس يعرض اللي صار الباحة بساحة أقوى بالنافع خلافات سوت فضيحة ببغداد فضيحة للجميع خلافات شخصية بين اثنين والعراقيين بين الدول انفضحوا ما بقت وكالة عالمية ما أخذت الخبر ما بقى موقع تواصل ما نزلت به المقاطع أو ضحك وكهكه للفجر وحسرة أو تتشكل لجنة برئاسة اللواء يحيى رسول اتحقق بالموضوع تطلع الشاشة ملك أمانة بغداد وينحرج السيد الأمين فيشكل لجنة برئاسته حتى يعرفون شلون عبر سالفة المقاطع الإباحية بواحدة من أضخم شاشات الإعلان بقلب بغداد سؤالي إلكم بأي عاصمة صايرة هاي غير بس ببغداد وبيا نظام صايرة غير بس بهذا النظام زين الولد اللي اخترق الشاشة شلون هكرها هو قالوا ببرنامج تيم فيور لحظة هذا البرنامج
نظامه لازم اكو واحد داخل على الشاشه مسيطر، يعني هو اللي يوافق على قبول الاتصال حاله حال اي اتصال بين طرفين، من تتصل على واحد الا يدوس الخضراء، اي اتصال بين جهازين. هم رجعنا الشغلة الولد انه اللي هكر الشاشه، حتى لو هكرها فمو وحده، اكو ناس وياه. هسه احنا لو صدقت هاي الروايه ولو هي تاهت علينا، لكن الموضوع ابد مو عابر وما لازم يمر مرور الكرام. شافت النسوان والاطفال وكل فئات الشعب العراقي، ناهيك عن الاثر الاخلاقي والدلالات المنحطه اللي عكسها هذا التصرف، فانه يمثل خرق امني خطير جدا ويزعزع الثقه بكل شيء له علاقه بالامن والامن السبراني. لا حد يزعل، هذه ساحه بقلب بغداد، شاشه عرض جماهيري، ايش تنتظرون؟ يجون جماعه بيوم من الايام يعرضون هيك افلام بالتلفزيون الرسمي مثلا. صدق الموضوع ابدا ما ينسكت عليه، انتظرونا. الموروث لازم نحكيها بيها وبيها وبيها وبيها، كلمة تصبر على أولها بالنص راح تعرف تاليها، وكل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال، ولكن من يعد يعد ينجز ويحقق أمان. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة، حط الساعة فوق الساعة صف الصف وما نتباع، يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد، لا تحط ايدك انت بدي بالموروث ما نحكي الواحد، هاي ولاد وانت وياه مثل الوطن احنا بايدينا، وبخيرك لما تكون جاي بالموروث. الموروث لازم نحكيها بيها وبيها وبيها وبيها، كلمة تصبر على أولها بالنص راح تعرف تاليها، وكل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال، ولكن من يعد يعد ينجز ويحقق أمان. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة، حط الساعة فوق الساعة صف الصف وما نتباع، يجمعنا هالوطن الواحد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في الجزء الاول من كلمة ونص. معي عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة الداخلية السيد اللواء خالد المحنة، حياك الله. اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك وجمهورنا الكريم. تحياتي لك. بالامس شهدت بغداد حاله غريبه فريده قد لم نكن نشهدها في اي عاصمه من عواصم العالم. هل يعقل بعدم وجود كنترول من قبل الجهاز الحكومي على او الامني على هذه الشاشات؟ حسب ما سمعنا من تسريبات سياده اللواء بانه الموضوع يعني محصور ما بين مالك الشركة وموظف الشركة. نعم، هو طبعا مو قضية ما صايرة بالعالم، لا على العكس، يعني احنا نسمع في بعض الأحيان وزارة الدفاع الفلانية في دول كبرى وكذا يتم اختراقها، ويتم هذه القضية موجودة في العالم. والآن لعل التهديد الكبير إلى العالم هو التهديد الجرائم الإلكترونية، هذا موضوع مهم جدا. نعم إحنا في العراق لم نشهد خرق كبير يذكر، لكن مع ذلك هذا التهديد ما زال ماثل وما زال تهديد خطير، ولذلك وزارة الداخلية بنت قاعدة وبنى تحتية وأوجدت أقسام لمتابعة هذا الموضوع. أعود إلى يعني موضوع حضرتك اللي طرحته يوم أمس. نعم، كان هنالك اخبار بوجود حاله عرض في احدى الشاشات بقضايا غير اخلاقيه، على الفور تحركت وكاله الاستخبارات واوقفت هذه يعني العرض وشرعت بتعقب الشخص اللي قام
لهذه القضية، وخلال فترة وجيزة جدا تمكنت من الوصول إلى وإلقاء القبض عليه وعرض أوراق على القضاء، واتضح فيما بعد أنه هنالك مخالفة مع الشخص الشركة مالكة الشاشة وتفاصيل التحقيق الأخرى. سيادة اللواء، ايش قد طول فترة، ايش قد طولت فترة عرض هذه المادة؟ يعني بصراحة أنا ما عندي الوقت بالضبط في الدقائق، لكن لم تكن هنالك فترة طويلة على يعني هناك من يقول ساعة وهناك من يقول يعني نصف يعني ساعة. عندك علم لما تتحرك أجهزة الشرطة الآن في الشوارع من منطقة إلى أخرى قد يستغرق الموضوع ربع ساعة نصف ساعة، لكن حال العلم بهذا الموضوع فورا تحركت السلطات. لا واضح هو بس حسب البيان اللي صدر من وكالة الاستخبارات، يعني حتى قايلة في يوم السبت في الساعة 2330 وقد طفئت تم يعني تحديد هذه الحالة، وفي يوم الأحد في الساعة 230 حسب ما أعتقد أو أتذكر من يوم الأحد. يعني ما يعنيه هذا الكلام انه طولت اكثر من ساعه. زين انا اسال، اعود للسؤال الاول، انه كنترول حكومي امني يعني من قبل الاجهزه الامنيه، الامن السبراني اللي الناس القائمين على هذا الموضوع حتى نتدارك هذا الموضوع، ما ممكن ساعه في منطقه تكتظ بالسكان في نصف بغداد. يعني اليوم هذه الشاشات اصبحت واسعه الانتشار، يعني اليوم موجوده في أصحاب المقاهي، أصحاب المطاعم أيضا عندهم شاشات. بغداد مدينة واسعة جدا، لذلك هذا الموضوع راح يكون فيه يعني تحديد أكثر، وراح تكون هنالك توصيات بضرورة أن يكون هنالك كنترول وسيطرة على بث هذه المحتويات والاهتمام بجانب الأمن الرقمي السبراني بالنسبة للمؤسسات الحكومية وكذلك المؤسسات الخاصة. أيضا يجب أن يكون هنالك زيادة وحرص في موضوع عرض هذه المحتويات، لأنه من الممكن يسبب تهديد إلى المجتمع. طيب هذه هي المرة الأولى اللي يتم بها ليس عرض مادة غير أخلاقية، لكن يتم بها اختراق الشاشات العملاقة الموجودة في بغداد، وأيضا لماذا لم يكون هناك يعني استباق للموضوع بأنه يكون هناك سيستم مرتبط بجميع الشاشات الموضوعة في بغداد؟ يعني هو سيستم واحد قد يكون الأمر في بشكل سريع، لا يمكن باعتبار هذه الشاشات لا تخص شخص واحد وإنما هي تخص عدد كبير من المواطنين والشركات في عموم بغداد، لذلك موضوع وضع ضوابط هو الآن ما تسعى إليه وزارة الداخلية وكالة الاستخبارات، وضع ضوابط في الوصول إلى عرض هذه المحتويات وتكون هنالك رقابة على هذه المحتويات. طيب هل هناك إجراءات مشددة ستتخذ في سبيل عدم تكرار ما حدث؟ مؤكدا راح تكون هنالك آلية وراح يكون هنالك رقابة وتفتيش. طيب كيف يتم منح رخصة إلى هذه الشركات بنصب اللي تختص بالإعلانات، هذه الشركات اللي معنية بنصب الشاشات، من يمنحها الرخصة؟ على شنو يعني شنو الضمانات اللي تقدمها؟ هل لوزارة الداخلية يعني تأثير في هذا الموضوع؟ لا يوجد علاقة لوزارة الداخلية في هذا الموضوع، وإنما هو عقد مع أمانة بغداد. طيب هو مو المفروض تكون وزارة الداخلية أيضا طرف في من الأطراف، لأن هي مسؤولة ومساءلة أمام الناس بحماية الأمن الداخلي بكل أشكاله؟ لا هو الموضوع يخص أمانة بغداد على اعتبار هي جزء من الإعلانات اللي تعرض في شوارع مدينة بغداد. أما بالنسبة لوزارة الداخلية هنالك أجهزة رصد، إذا ما كان هنالك قضية فيها إخلال من أي نوع كان يكون هنالك تدخل. طيب سيادة اللواء، هو تهكير لو تشغيل عن بعد؟ لا هو الحقيقة لا تهكير، ولكن وصول إلى يعني الجهاز المخصص لوضع المحتويات، يعني كأن يكون فلاش أو كأن يكون يفترض هذا المكان لا يتم الوصول إليه إلا من قبل المخولين. نعم. ولذلك كان وصول لهذا الشخص ووضع يعني شريط ذاكرة وكان هنالك عرض لهذا المحتوى. طيب
هل أمانة بغداد مسؤولة بالتقصير بهذا الموضوع بأنها لم تحصن نفسها ولم تضغط على الشركات في سبيل يعني أن تدخل الجانب الأمني في هذا الموضوع، وبالتالي يعني هذا اللي صار ما ممكن يمر مرور الكرام؟ يعني هسه إذا أنت تقول جنابك سيادة اللواء تقول صايرة ببلدان بالعالم، بس ما صايرة يمكن ببلد مسلم، لا بعمان ولا بدمشق ولا بالمنامة ولا بالرياض ولا بأي عاصم من عواصم العالم الإسلامي والعربي. نعم، لا أنا أتكلم لك بشكل عام بالجرائم الإلكترونية، مو شرط عرض الموضوع يعني. نعم. وإنما قضية الاختراقات نتكلم عنها بشكل عام، لكن مع ذلك راح يكون هنالك يعني وضع ضوابط وقيود يعني تجبر أصحاب هذه المحتويات على وضع آلية أمنية يتم من خلالها تحصين هذه الشاشات وبالتالي تحديد المسؤولية المقصر. اللواء خالد محنة المتحدث باسم وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لجنابك ولوقتك، تحياتنا لك. نذهب مشاهدينا الكرام إلى محورنا الآخر، إلى فاصل ومن ثم نعود إلى محورنا الآخر، ابقوا ويانا. انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بالإقليم، تسارع العمل وتصاعد الجدل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. أرحب بضيفي الدكتور سلام الزبيدي المتحدث باسم ائتلاف النصر، حياك الله. حياكم الله. وعبر سكايب عضو مفوضية الانتخابات السابق الأستاذ سعيد كاكاي، حياك الله. حياك الله أستاذ سعيد، تسمعني؟ أستاذ سعيد؟ طيب أبدأ معك الحين ما يتأمن الصوت. أستاذ سلام، أسأل ماذا تعني مشاركة كل أحزاب محافظات الإقليم بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهديكم الأكارم وعلى ضيفك الكريم. يعني بصراحة بين الأزمات المتلاحقة والكبوات المستمرة اللي يعيشها العراقيين، يطمح يعني بصراحة الجمهور بأنه ننتقل من مرحلة هذه الأزمات إلى انفراجة، وأن تستوعب القوى السياسية المرحلة الراهنة من خلال تغيير حقيقي في شكل النظام السياسي، وأيضا الانتقال من دولة السلطة إلى دولة المؤسسات. نعم. لذلك أغلب القرارات بصراحة تخضع للمجاملة وتخضع للتوافقات السياسية اللي هي ما مبنية على أسس صحيحة، بالتالي تشوف يعني حتى التغيير بالقوانين تفصل على مقاس الكتل السياسية، صقور السياسة، من يعني بصراحة يعني شكل النظام السياسي هو يدور في حلقة مفرغة، يعني دائما يفتر ويرجع إلى نقطة المربع الأول. لذلك الكل كان معول على أن يكون قانون الانتخابات الجديد هو قانون بصراحة يحقق عدالة حقيقية في كيفية أن تجري انتخابات مغايرة عن الانتخابات السابقة. وذكرت أنتم في مقدمتكم أنه بصراحة هي حتى كانت من المفترض أن تكون حلقات زائدة على اعتبار أنه سببت مشاكل للعملية السياسية، وكانت دائما تقف حجر عثر بوجه المحافظين. يعني قضيناها تقريبا 4 سنوات خلافات بين المحافظ ومجلس المحافظة وما كان يكون إنجاز. نعم. موضوع بس هي يعني هي دستورية. نعم، هو هذا اللي أريد أقوله. الرأي غير دستوري. نعم. نعم. وجودها دستوري. المشكلة إنه. لكن بالتطبيق. بالتطبيق. بالتطبيق كانت هناك تداخل بالصلاحيات. نعم. أربكت عمل الأنظمة المحلية، أخرت الكثير من المشاريع. ولذلك تركوا المحافظ وحده صار الشغل، يعني نشوف كربلاء الآن بالمناسبة إنجاز. لو كان الخيار للحكومة وخاصة هاي الحكومة بصراحة، لا كان عندها خيار وصلاحيات بصراحة ما ترجع المجال، لكن الخيار الدستوري ما تقدر الحكومة أن تعبر الخيار الدستوري، وهذا خيار مجلس النواب، وبالتالي القوى السياسية تبقى على أن تجري انتخابات مجالس المحافظات. طيب. هنا وين نقطة الخلاف؟ احنا بدنا نتحدث عن انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، عنوانها واضح. نعم. يعني تعرف أنت 15 محافظة ينضم لها كركوك تصبح 16 محافظة على ما أعتقد، لو 15 لا 15 مع كركوك. نعم مع كركوك.
انت اليوم تتحدث، يعني انا شفت بصراحة موقع للمفوضية تحدث عن 18 محافظة من ضمنها السليمانية ودهوك واربيل، علما انه عندهم انتخابات واحدة. هذه انا بصراحة حاولت انا ادقق اكثر من مرة في موقع المفوضية ولقيتها موقع اصلي، يعني موقع رسمي فيه معلومات بان هناك انتخابات ستجري في هذه المحافظات. انا ما اعرف ما هي الاسس القانونية اللي اعتمدت عليها المفوضية، ان الدستور واضح والعنوان واضح والقانون واضح، فبالتالي اعتقد هناك ثمة مجاملة في هذا الموضوع، ولابد ان يكون هناك تفسير. السيد سعيد كعكاء اليوم ضيف ويانا يعني قد يكون اعلم من عندنا بهذه الخطوة، هل هي تم الاتفاق عليه دستور خلاف المنطقة؟ راح تحتاج توضيح. طيب فاذا تمت نعم خلي نروح نسال نستفسر من الاستاذ سعيد كعكاء مرة اخرى. حياك الله استاذ سعيد، عضو مفوضية الانتخابات السابق. الله يحييك ويحيي ضيفك الكريم والمشاهدين للأعزاء. شكرا جزيلا. ماذا تعني مشاركة كل أحزاب محافظات إقليم كردستان بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم؟ هذه تخريجة مثيرة للجدل. لا 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 مثيرة للجدل ولا هم يحزنون. الأحزاب الكردية من فيش خابور إلى رأس البيشة هم أحزاب عراقية. نعم. يشتركون مثل بقية الأحزاب في الانتخابات المحلية والإقليمية والفدرالية. ليش أقول المحلية؟ لأنه هناك أكثر من 2,000,000 مواطن كردي متوزعين على محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين، ديالى، بغداد، الواسط، وحتى ميسان. فهؤلاء المواطنين وبالأخص الناخبين لهم الحق في اختيار الحزب اللي يريدون يقترعوا له أو ماشي يتوزع. بس من أنا أخلي أستاذ سعيد 30 توزيع 30 مرشح محافظة دهوك، 52 بأربيل، 61 بالسليمانية، هذا توزيع المفوضية. يعني هي مو أكو انتخابات خاصة بإقليم كردستان ولا محافظات غير المنتظمة بإقليم؟ طيب أنا من خالد 30 مرشح بدهوك يقرر مصير ديالة؟ لا خلي أوضح هاي الصورة. أولا المرشحين اللي ذكرت جنابك ذكرتهم دولي بالنسبة للنازحين. طبعا عندنا مخيمات النازحين للأخوة الأزيديين المتواجدين في دهوك وفي نينوى وحتى في السليمانية. فدول الناخبين من حقهم أن يصوتون لمحافظاتهم. فالمرشح يجي من هالمحافظات، مو من ولادة وسكنة محافظة دهوك أو سليمانية أو أربيل، وإنما من ولادة المحافظات اللي هجروا منها. زين، فعلى هذا الأساس المرشحين يترشحون. وإنما وإلا مثلا في كركوك، خلنا نأخذ افتراض في كركوك هناك مرشح ساكن بالسليمانية لكن نفوسه البطاقة التموينية بطاقة. لا أنا ما أقصد أستاذ سعيد، أنا أقصد أنه من أكو انتخابات خاصة بدهوك وسليمانية وحلبشة وأربي، ليش ما تكون يعني هذه خاصة؟ يا أما تشمل كل العراق، يا أما ما أوزع مرشحين بدهوك، أوزعهم هذا اللي مسقط رأسه يسكن بسليمانية وهو مرشح في كركوك ما عندي مشكلة، لكن أكو تمثيل بدهوك وأيضا أكو انتخابات لدهوك بانتخابات الإقليم، ما تشوفها هاي الناس ما يعني بدأت تتشكك حتى ببعض الأعمال الخاصة بالفوضى؟ لا 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 خلي أوضح الصورة بعد أكثر. محافظات الإقليم الرسمية الثلاث السليمانية وأربيل ودهوك ما يشتركون في الانتخابات مجالس المحافظات الغير منتظمة في الإقليم، ما يشتركون، هذا مو من حقهم لأنه عندهم برلمان وهو برلمان كردستان. أما النازحين المتواجدين في هذه المحافظات من حقهم المشاركة في الانتخابات على أساس انتمائهم المحافظاتي. يعني اللي النازح اللي ساكن بدهوك يصوت لنفترض لنينوى، فالمرشح اللي من دهوك اسمه جاي بدهوك ومرشح نفسه لهالمخيمات يفترض بأنه هو أو ملزم بأنه هو من يعني جنسيته أو بطاقة سكنه
البطاقة البيومترية مالته التموينية مالته لازم يكون من دياله من نينوى كمثل، وكذا بالنسبة للرمادي أو الأنبار وصلاح الدين والمحافظات الأخرى اللي نزحوا منها النازحين. هذه فقط للنازحين مو لأبناء المحافظات الثلاثة اللي مثبتة رسميا في المفوضية وفي وزارة التخطيط ووزارة التجارة وما إلى ذلك بأنهم من سكنة المحافظات الثلاثة التابعة للإقليم. طيب. طيب يعني وضحت الصورة. وضح. طيب نعم أستاذ سلام، شو يقصد السيد العبادي وان يقول المفوضية تخضع لضغوطات ويعبر عن قلقه من تعمد التمديد بعمر التسجيل للأحزاب؟ ليش هذا التشكيك؟ مفوضية ودترك تشتغل بأجواء مو مثالية، تعرض لضغوطات. هنا أنا يعني كناخب إذا العبادي يتحدث بهذه الطريقة خلص، أنا الانتخابات أعرفها حالة حال سابقات، شلون صار عندي ثقة؟ لا هو مو تشكيك بصراحة، هو واقعية. يعني دائما الدكتور العبادي يتحدث، يختلف عن بقية زعماء القوى السياسية أنه دائما يتحدث بواقعية، والقلق وارد أكيد، لأن أنت تشوف اليوم هذه الانتخابات قلت لك معيار أساسي في تقويم العمل العملية السياسية بالعراق وعودة الثقة للشارع للناخب. يعني حضرتك ذكرت في المقدمة اللي سبقت الدخول للتفصيلات أنه الأعداد المسجلة حاليا للمشاركين أو المحدثين بياناتهم ما وصلوا حتى مليون، 900 ألف مليون ما وصلوا، ما وصلوا من مجموع 40 مليون و 25 يعني المشمولين قد يكون 25 مليون. وهذا بصراحة أمر مخيف. تعرف أنت هناك هو وفجوة بين الشارع وبين العمل، هاي أدري بيها بس من بس خل أوصل لك فكرة الدكتور العبادي. لا أنا هي هو راد يوصل إلى النقطة اللي يقصدها العبادي، وأنا سألته شخصيا بهذا الموضوع. تعرف هو عنده قلق كبير أنه المفوضية بصراحة تعمل جاهدة ولكن تتحمل ضغط القوى السياسية. المفوضية ليست بعيدة عن العملية السياسية على اعتبار أنه أعضاءها أغلبهم ينتمون لقوى سياسية أو تأثيرات سياسية، فبالتالي يجب واحد هاي مشكلة. هي مشكلة طبعا، هاي المشكلة مستمرة بصراحة يعني لم تنتهي ورا ولا. وهذا الواقع هو. فبالتالي هنا أنا بصراحة عندما يتحكم بعض القوى السياسية أو زعيم سياسي بموضوع تمديد وأكثر من مرة سماح، وهذا بصراحة راح يخلخل عمل المفوضية، وبالتالي هناك من يريد أن يجير أو يفصل مقاس هذه الانتخابات على يعني حجمه أو نفوذه بالسلطة. هنا العبادي قلق من موضوع التكافؤ، ما موجود تكافؤ داخل التحالفات. طيب ما هو المفوضية دكتور سلام، يعني ما هي المفوضية؟ أعلنت عن تسجيل أسماء المرشحين، اللي دي أخر تسجيل الكيانات أو الأحزاب أو التحالفات الاتفاق النهائي ما بين الأحزاب على التقدم بتحالف. والله لو احنا طالبين كائتلاف نصر ما يمددون. زين وأنا هنا أنا دارد أوصل، هسه أنت وصلتني إلى أنا هسه كائتلاف نصر والله صارت عندنا مشكلة بالتحالفات وبالتسلسلات. والله لو طالبين من المفوضية إذن منو اللي طلبوا مدد؟ هسه أنا أنت باوع. لا ما أنت مو تشمر لي القنبلة وتريدنا أطلع بدون حسن. الجمهور يعرف من هي القوى المؤثرة، يعرف هو من الذي يتحكم. هو الإطار مو مؤثر يعني من وين تجزء من الإطار؟ لا الإطار هو ليس تحالف انتخابي، وإنها مجموعة قوى تتفق على ال- ال- القرارات الاستراتيجية وتختلف بكثير من القضايا التي تخص ما نوع الضغوطات التي تمارس على المفوضية حسب ما قلت لك. أنا شرحت لك إياها، بعض القوى تريد تفصل مقاس هذه الانتخابات على حجمها، وبالتالي هي تمدد وتلغي يعني تسمح ببعض الأمور اللي ما يسمح بها للآخرين. يعني مثلا على سبيل المثال حركات ناشئة ومستقلين، هسه إذا طلبوا من المفوضية تمديد لمدة يوم يومين ينفذوا لهم ما ينفذونه. فبالتالي العبادي يتحدث عن العدالة هنا سعيد، يعني المفوضية مسيسة إذا العبادي تقول بهالطريقة هاي، يعني يصفهم بس ما قالها بالمعنى الصريح مسيسة. لا مضغوط عليه. هسه أنا اللي أشوف أستاذ سعيد بصراحة، حتى لا تنحسب على الدكتور العبادي وتنحسب، مسيسة كلمة يعني فضفاضة وكبيرة. دكتور سلام، دكتور سعيد،
مفوضية لا تسمح لكيانات بالتمديد وتخضع لكيانات بالتمديد، مفوضية تمدد بالعمد بشهادة رئيس وزراء أسبق للعراق يقول إنها تتعرض لضغوطات. هذا شنو المعنى الدقيق اللي أوصفه غير التسييس؟ أنا مع أنا دا أتساءل. أنا أتفق ويا دكتور سلام الزيدي، مو سلام الزبيدي، سلام الزبيدي آسف، حتى بالحلقة السابقة كل مرة سويتنا زوبعي هسه زيدي، يلا كل العشار على رأسي بلا عشار عراقي. آسف احنا كنا أخوة، ترى أخنا أخوة بالهوية الوطنية إن شاء الله، أخوة إن شاء الله، وأخوة في بوتقة بلد. للأسف الشديد هناك قوى تقليدية متسلطة على رقاب الشعب، هي اللي يعني تطينا على المد والجزر، يعني ذابين البحر يومية مد وجزر. المفوضية يعني عمل المفوضية هو رد فعل لمخرجات العملية السياسية. طبعا العملية السياسية يعني أنا ما أقدر أقول، أتفق ويا دكتور سلام، ما أقدر أقول بأن المفوضية مسيسة، لكن المفوضية هي المطبخ. وأنا هم لم أقل مسيسة، قلت مضغوط عليها حتى يكون واضح الكلام. نعم أتفق معك 100%. المفوضية هي مطبخ العملية السياسية، أنت شجب لهذا المطبخ راح تحصل على الطبخة اللي تريده. من اللي يجيب اللحم راح يحصل على الحصة الكبيرة من اللحم، حصل أكبر. منو يجيب البصل راح. طيب ما كان الادعاء بأنه مجلس المفوضين مجلس مستقل، وهي مفوضية مستقلة للانتخابات، وعود السياسيين عندما كانت مثل ما يقولون هن الحديدة حامية، وأكو غضب وهيجان شعبي بالشارع، وقالوا يابا راح نجيب لكم مفوضية. وبقتها تم تسريب الكثير من الأسماء بأنها يعني تنتمي بشكل أو بآخر، طلعوا الناس اللي يمثلون هاي الأحزاب وقالوا أنه لا ماكو هيك حكي، ونفوا نفي قاطع وأجزموا بهذا الموضوع. الكريم، نعم سيدي الكريم، ما زالت المفوضية هيئة عليا مستقلة، هيئة عليا مستقلة، ما زالت هويتها المستقلة محافظة عليها ودافع عليها. نعم. وأنا كجزء من هاي المؤسسة أدافع على استقلالية المفوضية. نعم. لكن مثل ما ذكرت أنت شو تجيب لي، أنا أتناغم وياك. لنفترض القوى التقليدية اللي مؤثرة بالساحة قالوا إحنا ما نقدم قوائم المرشحين. المفوضية بيش تروح للانتخابات بدون قوائم مرشحين؟ لا بالتأكيد. إذا القوة اللي متسلطة على ساعة سياسية لها دور مؤثر في يعني عمل المفوضية. طيب ائتلاف النصر ما مؤثر مثل القوى السياسية الأخرى بحيث لا يسمح له ويسمح لغيره؟ والله بعد هذه أنا أنت شلون تشوفه كمواطن مو كعضو أسبق بال؟ لا ما أقدر أعلق على هذا الموضوع لأنه هذه يدخلني في متاهات السياسة وأنا أريد أكون والله غير مؤثرين أستاذ سعيد، ما عندنا لا وزارة ولا سلطة، مجردين إحنا من السلطة والنفوذ. أنا ما 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 أدخل. طيب شلون تصف لي التمديد سيد سعيد؟ التمديد هذا فعلا متعمد أم المفوضية مضطرة لقلة الأعداد؟ المفوضية مضطرة لقلة الأعداد، مضطرة ليش؟ لأنه لحد الآن التحالفات الكبيرة ما مقررين على تقديم مرشحيهم، تقديم قوائم مرشحيهم. إذا أنا ما تجيب لي القوائم أنا شلون أقدر أقرر بأنه يا خلاص سديت الباب، أنت تشترك بالعملية الانتخابية كيفك، ما تشترك سديت الباب. ما هي الرسائل الإيجابية والسلبية اللي يبعثها هذا التمديد للمواطن؟ الرسائل الإيجابية هي إفساح المجال للأحزاب حتى تستقر على قائمة موحدة لمرشحيهم، هاي النقطة. النقطة الثانية تنطي فسحة أكثر للناخب من أجل يعني أن تكون خياراته متوسعة.
ومن أجل ينطي فسحة للتفكير. طيب. المن يختار. طيب. دكتور سلم. أما السلبية السلبية بتأثر على الجدول الزمني، بعد الجدول الزمني، وتجعل من الضغوطات على المفوضية بحيث تقلل من بعض برامجها، تقصر بعض من برامجها، خاصة برامج التدريب، برامج التوعية، البرامج الإعلامية، الوركشوبات وما إلى ذلك، تقلل من مددها حتى تقايض هالتمديدات هذه. نعم. طيب تحدثنا دكتور سلام عن العراقيين 40 مليون حسب ما تقول وزارة التخطيط بدون تعداد سكاني، يعني حل نشبر على البطاقة التموينية ما ندري 42-40 لحد ما يصير التعداد. المفوضية ما سجلت غير 900 ألف. هذا التمديد هل هو واحد من الأسباب الأساسية التمديد لأن العدد مال الناخبين 900 ألف ما واصل 1 مليون حتى تكون الانتخابات مستساغة، لأن إذا بقى هذا العدد تعتبر باطلة موضوعيا يعني؟ لا هي تمشي من ناحية الدستورية حتى تمشي أي، بس إحنا هي شرعيتها تعرف أنت الانتخابات صراحة بيها خلل يعني بالقانون. يعني شفت انتخابات تركيا، الرئيس التركي أكو منافسة وصل 49 و9% يمكن ما أعرفوا ما عادوا الانتخابات. هذه الانتخابات الحقيقية عندما تكون هناك محاير حقيقية. أردوغان طبعا موجود مو أي طبعا أي. أردوغان هو رئيس الدولة. يعني بصراحة هنا ليش نقول إنه تفتقر للإجراءات الحقيقية اللي تحقق عدالة. كان من المفترض أن يكون هناك تعديل حتى على جوهر هذا القانون، إنه نسبة المشاركة هي من تعطي شرعية للانتخابات. وهذه بصراحة واحدة من العوامل اللي تحدث عنها الدكتور العبادي، إنه بصراحة أكو خلل اليوم، إنه أنت ما تفصل قانون أو انتخابات على مقاس الكتل وصقور السياسة، هذا فيه خلل كبير. بصراحة المفوضية يعني ردا على ما تفضل به أستاذ سعيد، يعني صرحت بأن أي تعديل أو أي تمديد راح يأثر على موعد الرسمي للانتخابات ما راح تسمح به، لذلك هي شوفت تمدد يوم يومين لأن هي عندها يعني توقيتات ممكن ما تأثر عليها. شيء جيد أنه إذا التمديد يعطي اطمئنان للمواطن بمشاركة أوسع هذا إيجابي، كنا ندعمه. أنا بصراحة شنو الرسائل اللي دهبت هذا التمديد لإئتلاف النصر لسلام الزبيدي؟ لا راح أقول لك إئتلاف النصر لمواطن سلام الزبيدي. نعم بصراحة ما راح يأثر بشكل كبير على نسبة المشاركة، حتى لو يعني افتروا على الناخبين بيت المناخب واحد، إجراءات واحدة هي اللي تعود لصناديق الانتخاب وتعيد الثقة. أن يكون هناك إجراءات حازمة من المفوضية في تحقيق العدالة في هذه الانتخاب، عندما يثق الناخب بصندوق الاقتراع بأن إرادة الناخب سوف تتحقق من خلال الترشيح سيعود الناخب ويشارك بقوة. أما في ظل الإجراءات محافظين كيف تسمح اليوم انتخاب محافظ وهو بمحافظة نفوذ وسلطة ومال والموظفين يشارك؟ أكيد قائمة المحافظ هي اللي راح تفوز، وتلاحظ كل المرشحين يلجأ إلى قائمة المحافظ. وين العدالة؟ زين أنا مواطن بسيط أريد أشترك بالانتخابات وعندي رؤية وعندي مشروع ولا أملك مال ولا سلطة ولا نفوذ ولا أقدر أدخل بتحالفات كبيرة، أكيد ما راح أفوز. وبالتالي المواطن عنده هذه الرؤية يقول لك أنا ما أذهب للانتخابات لأن نفس الأحزاب نفس الوجوه نفس الآليات، لذلك أكو فجوة بين المواطن وبين ما عدلها الإجراء الحكومي اللي صار. أنا بصراحة راح يعدلها على انتخابات 2025؟ لا حتى هذه بصراحة صعب جدا صعب جدا. أستاذ سعيد أسمعك، عندك تعقيب؟ أقدر. بالمناسبة أي عملية انتخابية تعتمد على المشاركة الفعلية للأحزاب السياسية في تهيئة الناخب للدخول والولوج في العملية الانتخابية. الأحزاب التقليدية المتسلطة اللي عندها المال السياسي والسلاح المنفلت واللي تملك السلطة كاكستراك ما همهم، ما يريدون غير مواليهم يشتركون في العملية الانتخابية. وإلا احنا نعرف بأنه كل سنة نفوس العراق يزيد بمليون. نعم. أي مواليد 2005 إذا ما نقول هم عددهم
من شخصهم بمليون ناخب، خلينا نقول 800,000. نعم. طيب لحد هذا اليوم فقط 99,000 99,000 مسجلين البطاقة البايومترية، يعني فقط 11%. إذا هذه مو سببها المفوضية، وإنما سببها الإعلام المتحزب اللي تملكها السلطات المتنفذة، اللي غايتها الأساسية أولا تشويه الناقب، ثانيا الاعتماد على مواليهم على أعضائهم الحزبيين في المشاركة الفعلية في العملية الانتخابية. يعني الأحزاب التي هي أساس العملية الانتخابية هي من وكأنما عملت من حيث تدري أو لا تدري على إفشال العملية الديمقراطية والتغيير السلمي للسلطة. وماذا تفهم من فرض؟ يعني الآن هي الكاسبة الوحيدة. التنافس قل، التنافس قل، التغيير المعادلة ما بات ذاك اللي أضع عليه آمال. الناخب عازف عن الانتخابات والمشاركة، إذن الجمهور الحزبي هو اللي راح ينتخب، فالفروقات راح تصير بسيطة ويبقى الحال على ما هو عليه. نعم، للأسف الشديد هو هذا الواقع. وإلا كيف تفسر يعني اختيار طريقة سانت ليجي المعرقة العراقية الغير مقبولة دوليا والمرفوضة دوليا أن تدخل في صميم القانون وتعتمد في احتساب الأصوات؟ هذه مهزلة، هذه الناس فرضوها حتى يضمنون أكثر المقاعد إلهم، حتى يبعدون الأحزاب الناشئة ويبعدون. طيب أسمع تعليق أخير منك أستاذ سعيد، تعليق أخير منك حول اعتماد نسبة المشاركة، لا أثر لها لا اهتمام لها سواء بانتخابات 2018 و21 والآن، وكأنما هناك تحدي من قبل الجميع حتى لو كانت 1% ستعتمد الانتخابات وتعتبر أو تعتبر ماضية، ليش ما يتم تعدينها؟ ليش ما يتم التعليق على هذا الموضوع؟ لا أنا إذا صدق أحب هذا الوطن، وأنا إذا صدق أريد أغير، لازم أخلاقيا وكواجب وطني أن أوقف ذول الأحزاب عند حدهم. ليش؟ أن أروح أشارك مشاركة فعلية. يعني لا تنسى ترى ذول المرشحين مو كلهم أذان صاغية لأحزاب المتسلطة، بس ما يصير تغيير حتى وإن كانوا هم نفسهم أو غيرهم. بس ما يخالف أكو ناس بيهم كفاءات أصحاب ضمائر، يعني يحسون بالمسؤولية. فبدل ما أن أفسح المجال، طبعا بالمناسبة الناخبين المتحزبين هم لا يتعدون 15% في كل أنحاء، وهي النسبة المشاركة. الأستاذ سعيد كاكا عضو مفوضية الانتخابات، بس اسمح لي أضيف نقطة، واللي راح يشتركون بالعملية الانتخابية بحدود 15 هاي في أحسن الأحوال 30%. أما 70% المغيبة هي القوى التغييرية اللي بدل المقاطعة يجب أن يفرضون نفسهم ويشاركون بالعملية الانتخابية. طيب. وإلا أقرأ على العملية السياسية والانتخابات السلام في العراق. الأستاذ سعيد كاكاي عضو مفوضية الانتخابات سابق، شكرا جزيلا لجنابك ولتلبيتك الدعوة. دكتور سلام، أنا أريد أسمع منك، شفتك تدون، أكيد عندك تعقيب. لا أنا بصراحة أردختم يعني مجمل العملية السياسية والمظهر العام يعتمد على اتجاهين رئيسيين، السردية والأيديولوجية. السردية هي رواية لتبرير السلطة وشرعنتها، والأيديولوجية هي ذاتها السردية الحزبية اللي تأدلج المواطن حتى تحقق هدف السلطة ومن أجل البقاء فترة أطول. هذا اللي دا يحصل الآن، للأسف ما راح يصير تغيير كبير جدا في واقع العمل السياسي والانتخابي، وراح تبقى الخلافات وراح تبقى التقاطعات إذا ظلينا نصر على نفس النظام السياسي والانتخابي. دكتور سلام الزبيدي المتحدث باسم ائتلاف النصر، شكرا جزيلا لجنابك. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، مني ومن المعد حسين سعدون ومن كل فريق العمل. إلى اللقاء. Yes.
يسقيك الحقيقة زاهدة والبعض يخلطها سموما بالعسل. يا طارق الأسرار من بين الجمل خير الكلام خير الكلام كلام ما قل ودا. عجب انتبه لعد انتبه قاك انتبه جاد انتبه. الناس في لغة الخطاب مشارب فاحرص لنفسك أي كأس تشرب. إنا وفي زمن بوام غارق غير الحقيقة ليس يصلح مركب. الموروث لازم نحكيها بهو بيها وبيها وبيها. كلمة تصبر على أولها بالنصرح تعرف تاليها. وكل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال. ولكن من يوعد يوعد ينجز ويحقق أمان. والله نركب طيارة واسويلي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة. حط الساعة فوق الساعة صف الصف وما نتبعد. يجمعنا الوطن الواحد يجمعنا الوطن الواحد. لا تحط ايدك انت بدي الموروث ما نحكي هو